بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هشرح اليوم موضوع الأسقف، كيف ممكن نشتغلها. طيب، أول حاجة إحنا عندنا الشغل بتاعنا عبارة عن شغل أو الطراز اللي شغالين عليه تراز كلاسيك. بحب أمشي على نفس النهج في الأسقف، يكون عندي تصميم الأسقف عبارة عن طراز كلاسيكي برضو. يحبذ كمان يكون السقف عنده علاقة بالأرضيات، يعني يكون في شغل قريب أو الأشكال المستخدمة في الأسقف تكون قريبة من الأشكال المستخدمة في الأرضيات. طيب، أنا أبتدي أشوف كذا مرجع صورة وحشوف كيف ممكن أشتغل حاجة زيها. هبتدي أول حاجة بتصميم بسيط عشان أشرح عليه الشكل اللي ممكن نصل له في الأسقف. طيب، أنا هبدأ بحاجة بسيطة سيمبل، دي كلها أنا هشتغل عليها، دي معقدة بس أنا هشرح على حاجة بيزك بسيط عشان نفهم. طيب، انا هبتدي بشكل زي كده. طيب، اللي هو عندي جزء الافقي ده، بعدين عندي جزء هنا بتاع عظام خفية، بعدين عندي جزء رأسي هنا. طيب، هبتدي اول حاجة هبتدي برسم الجزء الافقي اللي هنا ده، وده يحبز يكون 60 او 80 او حتى متر بالعرض عشان احط الاضاءة بتاعتي تكون مسافة معقولة، يعني ما قريب جدا من الجدار، ما تكون المسافة دي من هنا الى هنا ضيقة، عشان يعني من هنا الى هنا يكون عندي 80 مثلا او 60 واحد متر يحبز، يعني بس عشان كل ما كانت أكبر كل ما كان المسافة من الإضاءة إلى الجدار دي مسافة مظبوطة، بينما كل ما ضيقتها فهتضيق معي المسافة ما بين الإضاءة والجدار. فهبتدي بسم الله هشتغل على حاجة زي كده بكل بساطة. هبتدي أنا بحاجة في الوسط 80 سنت. طيب، أو قبل ما أبتدي هنا ممكن أشوف أنا عندي هنا نموذج، عندي شغل للوحة بتاعت أسقف. لوحة الأسقف تحتوي على شكل الجبس، يعني عندي دي الإضاءات بتاعتي، دي الإضاءات دي عبارة عن سبوت لايت. هنا الجزء ده فيه تصميم بتاع جبس. طيب، عبارة عن خطوط، بس كلها عبارة عن خطوط لأنها بلان. فكيف أنا أميز ارتفاعات بتاعت الخطوط دي؟ ممكن أعمل سكشن وأمشي مع الخطوط دي لغاية ما أفهم شكلها كيف، يعني أو حتى الشخص المنفذ بعدين يكون فاهم القطاع كيف. يعني عندي عبارة عن بلان بس ما عارف الارتفاعات وش علاقة الخط ده مع الخط ده كيف. فهنا ده السكشن، اول حاجه الجزء ده اقل جزء منخفض، وبعدين بيطلع كده فوق مثلا حكايه بتاعت 10 سم تقريبا او 15 سم، بعدين بيمشي فوقيا تاني 52 سم، من هنا بيطلع فوق مسافه 28 او 30 سم، بعدين بيستمر ونفس الكيفيه بالجهه الثانيه. دي الرسومات اللي هنا دي ممكن تكون دي الأشكال اللي في الصيف هنا، ودي تقريبا في صورة هنا، أيوة هي دي هي. فحنشوف أنه إذا فتحنا البلان والسكشن حنشوف عندي هنا الجزء الرأسي أفقي أول بعدين رأسي، أفقي أول بعدين رأسي اللي هو دي
15 سنت. تمام، بعدين عندي جزء رأس تاني فيه إضاءة مخفية، شكل الإضاءة المخفية هنا، في إضاءة مخفية عندي طالعة من الجناب هنا. بعدين عندي زخرفة أو أشكال في الوسط، ودي هي الأشكال دي. طيب هنبتدي حاجة زي كده، بس ما هشتغل مبدئيا الأشكال في الوسط دي، بس عايز أثبت المفهوم أول. طيب هبتدي على الشكل ده هنا، هاخد كوبي وأحذف الخطوط دي، وما محتاج حتى للباب. هرسم ريكتانجل، ريكتانجل هنا، هعمل من اوفست مسافة 80 سنت، الطريقة دي، أو حتى ممكن نزودها، مساحتي كبيرة ممكن نزودها خليها متر، الطريقة دي كده أنا رسمت الجزء الأفقي. تمام، ف عندي ممكن أعمل على درجتين. طيب ممكن آخذ جزء 20 سنت بعدين 80، يعني عندي أفقي هنا 20 بعدين أطلع 15 بعدين أمشي كده 80، أدرج على درجات يعني. طيب هاخد أوفست 20 بالطريقة دي، أنا عندي 20 بعدين 80، يعني إذا رسمت سكشن هيكون عندي كده، أرسم بودي لاين بس BL، بس هزود الويدث 0.01 بس عشان يظهر معايا واضح. هرسم 20 بعدين أطلع 15 بعدين كده 80. تمام، بعدين عندي إضاءة مخفية، الإضاءة المخفية حبز إنها تكون مثلا هخليها 10، الجزء اللي هيركب عليه الإضاءة هنا هيركب هنا الإضاءة بتاعتي، بس لازم يكون في جزء رأسي هنا كمان يقفل عشان الإضاءة ما تتشتت. هخليه برضو يحبز من 15 لـ20، هخليه 20 سنت، خلي الارتفاع بتاعي 20 برضو، offset 20، ترم كده ما عايزه، كده ما عايزه، دي الإضاءة بتاعتي هنا. العشرة كثيرة، ممكن أقللها أخليها مثلا 7 سنت، لو هنزل تحت 3 سنت. بعدين بولي لاين تاني وأواصل في الجهة التانية، عندي نفس المكونات دي، ممكن اخذ ميرور ام اي انتر في اي مكان، وبعدين اعمل لها موف، يعني ده شكل الجيبس بتاعي حيكون بالتدريج ده. انا برسم سكشن على البلان عشان اكون فاهم التدرجات بتاعتي عاملة كيف. تمام، ممكن هنا زي ما موجود في الرسم هنا حط كرانيش، هو عندي كورنيش هنا وكورنيش هنا. تمام، فهستخدم كرانيش، دي مرة كرانيش. دي ممكن نستخدمها في ممكن نستخدمها
بعدين في السكاشن قمنا نعمل قطاعات، دي حاليا ما هنستخدمها احنا. طيب هنفتح عندي ملف هنا، ايوه دي اشكال كرانيش انا ممكن ارسلها لك. طيب انا عايز استخدم كورنيش على الجدار، صراحة ما في حاجة مقيدة، انا ممكن استخدم اي شكل، بس انا هشتغل باشياء زي كده تكون مثلا هشتغل بذا، احدد عليه كنترول سي واجي على المشروع بتاعي كنترول في. طيب جايب سكيل 1:1000 كبير، اعمل سكيل احدد عليه كده وانتر، اضغط كليك في اي واسحب في اي مكان واحكي له لا انا اعمل ستريتش اعمل سكيل السي انتر انتر، اضغط كليك في اي مكان واختار ريفرنس، احكي له المسافة دي من هنا لان هنا مثلا 0.15 سنت، احركه اجيب عندي هنا تمام، اعمل المرور انتر احطه في الجهة الثانية. ده عبارة عن سكشن توضيحي بس لل ده حاليا ما قطاع اخير ما فاينل، ده بس انا برسمه عشان اوضح لي شكل الجبس مفروض يكون كيف بالنسبة لي انا، وبالنسبة حتى بعدين للمنفذ عشان يكون فاهم الارتفاعات وفاهم التفاصيل الموجودة عندي في السيف بتاعي. طيب هستخدم تاني كورنيش، شوف بس الريفرنس اللي انا شغال عليه. طيب ممكن استخدم هنا كورنيش مقوس زي ده هنا في الحتة دي، بس ما يحبذ انه يضيق علي المسافة اللي ما بين الجدار، اقصد ما بين السقف والكورنيش عشان يدي انتشار اكبر للإضاءة. هستخدم كورنيش تاني بشكل ثاني، ممكن استخدم نفس الكورنيش اللي هو مستخدمه هنا ده اليوم. طيب ده معمول عليه هو بلوك، هستخدم حاجة قريبة له، اختار من هنا اختار اختار ده مثلا، بس قطع يكون شوية صغير ما يكون قطع كبير. طيب هستخدم القطع ده كنترول سي حاجي كنترول في، اول حاجة هو بلوك هعمل له اكس انتر اكسبلوت، ده هحذفه ده كله كده هحذفه، خلي القطع بتاعي بس احكي له سكيل ريفرنس من هنا لان هنا دي عبارة عن 5 سنتي 0.05، موف بالطريقة دي، بس الجزء ده أصبح معي ضيق 6 سنتي، فهأوسع وأكبر ارتفاع الجبس بدل ما هو 20 هخليه مثلا 30 سكيل استرتش اقصد الجزء اللي فوق بس. عشان اوسع
الإضاءة بتاعتي، الإضاءة بتاعتي هتطلع وتنتشر في الاتجاه ده كده كده، يعني هتنتشر بصورة أوسع، لكن لو كانت المسافة ضيقة ما هقدر أحصل على انتشار أكبر بالنسبة للإضاءة. طيب هاخد من ده هنا كوبي أو حتى ميرور، حرك وموف، أجيبه في الاتجاه ده هنا بالصورة دي. أوكي طيب أنا حاليا برسم في السقف، لوحة السقف بتكون لوحة معكوسة كأنه أنا بنظر من تحت إلى السقف، يعني وأنا برسم البلان بتاعنا البلانات عموما برسم كأن أنا ببص أو بعين إلى أسفل كده، بس لوحة السقف برسم كأن أنا بنظر إلى أعلى. تمام، فدي لوحة السقف. هيظهر معي الأجزاء اللي هنا، هيظهر معي الجزء اللي هنا، هيظهر معي هنا. إذا عندي شكل أو جزء مخفي ما ظاهر هيظهر معي عبارة عن خطوط متقطعة، يعني اللي هو الحاجز بتاع الإضاءة المخفية اللي أنا عملته هيظهر معي خطوط متقطعة اللي هو الحاجز ده، أنا بعمله حاجز رأسي عشان الإضاءة ما تنتشر في الاتجاه العكسي، أنا بعمله عشان الإضاءة بتاعتي تنتشر في على اتجاه الجبس كده، وأمنع الانتشار في الاتجاهات العكسية كده، دي أنا ما عايزها. تمام، فده مفترض، وأنا إذا أنا برسم المخطط بتاعي وأنا بنظر إلى أعلى فده مفترض يظهر معاي خط متقطع، هعمل أوفسيت من هنا إلى هنا، وده أخليه مثلا بلون أحمر ويكون خط متقطع زي ده كده، فده معناه في خط هنا أنا ما شايفه بيصفر الدوتد لاين. ممكن أختار هنا أتحكم في السكيل، أخليه مثلا أو حتى أقلل أكتر، واحد بالطريقة دي. ده عبارة عن سيكشن قلنا أنا برسمه عشان يخليني أنا فاهم أنا برسمه في إيش. طيب كده ببساطة أنا خلصت لوحة بتاعت الأسقف، ممكن أحط هنا ليفل اللي هو ارتفاع السقف كم، وهنا ارتفاع السقف بتاعي كم. فمبدئيا انا ما هشتغلهم، فده سقف بسيط جدا، شكل سقف بسيط جدا بدون اي زخارف بدون اي اشياء، ممكن بس اخلي السكشن بتاعي نظيف شوية زي ده كده، يعني سكشن محترم يكون واضح فيه سمك الجبس وكل الاشياء دي، فانا ممكن احسن منه شوية لانه حسيبه بعدين في ال في السكشن بتاعي، هرسم بولي لاين أو حتى ممكن أعمل ماتش من ده، أنا ما عايز السوم كده يظهر، خليه سنجل لاين كده. بس هغير في الكلر، خلي سلام بنفسجي كل
كله خلي بنفسجي، هذا الشيء ده هشيله خلي كله بنفسجي. match ma نفس الشيء محتاج هعمل offset. سمك الجبس عبارة عن سنتي واثنين او ثلاثة ملي، اعمل offset 0.012. ارسم هنا سماكة الجبس ممكن ارسم لاين برضو ماتش ترم وحتى ممكن نسيبه كده بحكم انه ده جزء رأسي ده جزء افقي نفصله زي ما قلت. السكشن ده عبارة عن سكشن توضيحي بس للارتفاعات ولل علاقة الخطوط مع بعض عشان اكون فاهمة. ممكن اعمل هنا فاين ماتش دي هنا دي الإضاءة المخفية بتاعتي. ممكن أرسم خطوط كده اعتبار أنها مثبتة هنا خليها بلون أحمر. خذ كوبي ماتش الكيفية دي. طيب كده انا وزعتها او رسمتها شكل السقف بتاعي. طيب اذا انا بنظر في السقف زي ما قلت من اسفل الى اعلى عشان ارسم اللي انا هشوف الجزء ده هنا وهشوف هنا وهشوف هنا وهنا، يعني كل الخطوط دي مفترض تظهر معاي، اي شكل او اي خط مفروض يظهر معي في كل الاشياء دي مفروض تظهر معي في الكلام بتاعي. ممكن اعمل offset احدد المسافة دي هنا واعمل offset enter offset كده offset احدد المسافة من هنا مثلا الى هنا او من هنا الى هنا مثلا offset من هنا الى هنا offset كليك هنا كليك هنا دي كده. ممكن ما عدا الاول بس ممكن اخليهم مثلا بلون خفيف شوية عشان ما يعني ما يأثر في شكل المخطط بتاعي. offset كليك هنا كليك هنا وبعدين offset offset كليك من هنا الى هنا offset كليك هنا هنا offset. كليك هنا كليك هنا وبعدين offset. فقلت ما عدا الاول بس الباقيين كلهم خليهم بلون خفيف عشان ما يخرب عليه شكل
شكل المخطط بتاعي. عندي جزء هنا على الشبابيك. طيب هنشوف. معالجات الشبابيك المفروض تكون كيف؟ يعني هنا ما أعرف الصورة هنا واضحة ولا لا. عندي شباك هنا وستارة، فالمفروض يكون الجبس هنا مفرغ عشان تتركب الستارة. زي هنا مثلا جبس متقدم قدام شوية، زي 20-25 سم عشان الستارة بتاعتي تكون راكبة. زي هنا برضو الجبس بتقدم شوية، يعني عندي الواز زي هنا أوضح، يعني الجبس بتاعي بيكون متقدم زي 20 سم عشان أركب الستارة هنا. فمفترض الجزء ده يكون مفرغ يعني الجبس عشان الستارة بتاعتي تكون راكبة. فالحاجة دي برضو أنا مفترض أظهرها، اللي هو عندي مثلا بولي لاين ده. هنا الجزء بتاع الشباك هعمل اوفست عبارة عن مثلا 20 سم يمين 20 سم يسار، عشان الستارة بتاعتي ما حتكون قد الشباك. بس هزود شوية وزي ما بذكر تاني انه انا برسم المخطط بتاعي من أسفل إلى أعلى، مخطط الجبس بنرسم من أسفل إلى أعلى، فالأشياء دي كلها لازم تظهر معي. حتى فتحة الجبس هنا لازم، اللي بتركب على الستارة كمان لازم تكون مفرغة. ممكن آخد دول كده الاتنين كوبي. طيب ده اللي هو ده تفريغ في الجبس، بس انا هرسم ستارة عشان ابين انه الجزء مفرغ. اللي هو عندي هنا في الصورة هنا مجرد في كورنيشة بس هنا، لكن الجبس العشرين سنتي دي ما موجودة، 20 سنتي محذوفة، وفي الجزء الرأسي اللي هنا بس. كأنه انا المخطط بتاعي إذا أخدت دي هبتدي من هنا، يعني بس هاخد السكشن ده كوبي في الاتجاه الثاني، كوبي عامل روتيت عشان أوضح الحكاية دي برضو. موف ممكن أخد من هنا إلى هنا. فهذا السكشن بتاعي الجزء اللي عند الستارة ده هنا ما حيكون فيه، اللي هو الجزء الموجود في الاريا دي ما حيكون. حيكون عندي جزء فوق حيكون كده بس، وبعدين رايح على طول. بينما هنا العكس، هنا حتكون موجود لانه ما عندي ستارة. هاخد الستريتش الجزء ده هنا زي ما قلت هتركب عليه الستارة. ممكن ارسم شكل الستارة، ارسمه بس بطريقة بدائية. ارسم دائرة، ارسم لاين هنا، اخذ كوبي نكترم موف اول ترم
حلو تريهم هنا ندير مسحهم موف شكل ده كده. ممكن يكون بشكل الستارة من تحت لأن أنا راسم بلام. ممكن امسحها كوبي تمام. فممكن اعمل سيف واعمل ابعاد دايمنشنز هنا بعدين بس خليها هنا الوسط بالطريقة دي. هوزع الإضاءات بتاعتي. طيب الإضاءة حبز أخليها في السنتر من الجدار إلى آخر نقطة هنا. خلي إضاءتي في السنتر هنا. أعمل أوفست بس من هنا إلى السنتر. طيب مسافات الإضاءات بتاعتي حبز ما بين الإضاءة والثانية 1.80 متر إلى 2 متر. يعني دي أبعاد غير دقيقة بس بالطريقة بنشتغل عادة يعني ما بنركز كتير في موضوع الأبعاد في تصميم الإضاءة. يعني ممكن الواحد في كورسات أفضل في شرح تصميم الإضاءة. هاخد بس اللمبة دي كنترول سي سبوت لايت كنترول في وبرضه جايب سكيل كبير 1:1000. اعمل سكيل اس سي انتر عدد عليها من الوسط اعمل 0.001. ممكن بس افجرها اكس انتر وامسح الجزء ده بس بعدين موف واجيب عندي هنا. طيب قلنا المسافات بتاعتي ممكن اخليها 2 متر الى 1.5 متر بالنسبة للتوزيع. بس انا عايز احطها يعني بس اخدها برا كده كوبي هقسم الجزء الأفقي ده إلى 4 مسافات وهنا 3 مسافات مثلا. هعمل ديفايد دي اي في بس هرسم لاين أو هفجر البولي لاين بس هو لأنه جاي مستطيل كامل هعمل لي اكس انتر عشان كل خط يكون لحاله. دي اي في اختار هنا أقسم مثلا ل4 مسافات أشوف المسافة ما بين النقطة والنقطة كم. 2.43 متر معقولة. ممكن أخذ أو حتى ممكن أخليهم 5 وأشوف دي أي في 5 وأشوف المسافات كم. 1.87 متر أقرب ل1.90 متر مناسب. أخذ دي كوبي هنا كوبي هنا كوبي هنا كوبي هنا. طيب في الاتجاه الثاني اعمل دي اي في خليهم مثلا 4 واشوف الابعاد 172 ما بعيدة من 187. ممكن برضو اخدها 4 مسافات. ممكن امسح النقاط دي والخطوط
خد الخطوط دي كده كوبي، وأقصد الإضاءات كوبي حطها هنا، بس غير في لون الخضة، خليه مثلا برتقالي عشان يكون أوضح. عند الديل كلهم كده كوبي بالاتجاه الثاني، كوبي الطريقة دي. أنا رسمت المخطط بتاعي، ممكن أو يعني أعقد في الموضوع شوية، بس قبل ما أشتغل كده خليني حبذا أخط أو أضع أبعاد للإضاءات. ممكن أعمل Rotate Continue، الطريقة دي Continue. طيب انا بس عشان ما اطول في التسجيل هوقف لغاية هنا، و